ما تقدريش تقارني فيلم القصة تاعو تجري في 2022 وتقارني فيلم القصة تاعو في الثلاثينات. احنا طيب. في بن مهيدي خدمنا الثلاثينات الربعينات والخمسينات، يعني لازم ديكورات خاصة بهذه الحقبة التاريخية. كل مرحلة تبدلي كلش، السيارات تتبدل، الملابس تتبدل، اللباس يتبدل، الديكورات يتبدلوا، الاكسسوارات تبدل، اللوك يتبدل، الحلاقات تبدل. دونك صعيب، من الصعب جدا باش ديري فيلم تاريخي بمواصفات عالمية.